السلام عليكم. تستأنف جولة المشاورات في الكويت بعد تعليق استمر لأكثر من أسبوعين. انطلقت الجولة هذه المرة بمحدد لم يكن متواجدا في جولة سابقة، وهو الإطار الزمني الذي قدر ب15 يوما. الجديد أيضا كان في تعديل جرى في تشكيلة الوفد الحكومي التفاوضي، وأيضا ما عرف بضمانات تحدث عنها رئيس الوفد وزير الخارجية عبد الملك المخلافي تقضي بالالتزام بمرجعيات المشاورات الثلاث. هذا التغير في موقف الحكومة جاء بعد جلسات مشاورات مكثفة استمرت لمدة يومين أجراها المبعوث الأممي لليمن مع رئيس الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية بحسب ما نقلت وكالة سبأ للأنباء. أكدت الحكومة إذن أن هذه المشاورات ستكون مخصصة لبحث تنفيذ القرار الأممي 2216 وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإطلاق سراح المعتقلين والمختطفين. وهنا نتساءل، هل ستضبط هذه التفاهمات مسار المشاورات؟ وهل ستتجاوز المشاورات هذه المرة بالإطار الزمني المحدد لها مسألة جدول الأعمال وإجراءات بناء الثقة؟ ما هي علاقة التصعيد العسكري والميداني بالمشاورات؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء لهذه الليلة. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. مجددا تستأنف مشاورات الكويت جلساتها بعد التفاهمات بين الوفد الحكومي والمبعوث الأممي بعد استجابة الأخير لمطالب الشرعية حول ضبط مسار الحوار. المشاورات هذه المرة محددة بسقف زمني مدته أسبوعان غير قابلة للتمديد. يتوقع فيها أن يتم النقاش وفقا لجدول الأعمال فيما يتصل بوقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين وفك الحصار عن المدن. الجانب الحكومي في المشاورات يرى أنها الفرصة الأخيرة لمناقشة تنفيذ المرجعيات والاتفاقات، خصوصا أن عودة الحكومة بعد تقديم ضمانات من ولد الشيخ بالعودة إلى المشاورات لمناقشة المرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق عليها وتم التوقيع عليها من الجميع المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن الدولي 22/16 ومخرجات الحوار. تغير ملحوظ في مسار المشاورات بعد إعلان الوفد الحكومي تعليق مشاركته في المشاورات بسبب تلكؤ وفد الميليشيا في مواقفه المتضاربة، بالإضافة إلى رفضه رؤية ولد الشيخ أحمد التي وصفت أنها تقفز على مرجعيات الحوار الثلاث. خارطة ولد الشيخ أحمد عدها مراقبون شرعنة لانقلاب الحوثيين وصالح، وتمنحهم حق الاحتفاظ بالمكاسب التي حصلوا عليها جراء الانقلاب. ورغم استئناف المشاورات وفق تفاهمات محددة بإطار زمني محدد وإجراءات بناء الثقة، إلا أن مصيرها لا يزال محفوفا بالمخاطر، فنجاح المشاورات يظل مرهونا بإرادة وفد الانقلابيين، رغم تأكيدات المبعوث الأممي إلى اليمن أهمية المرحلة القادمة من مشاورات السلام. فرصة أخيرة للسلام إذن، وللهروب من دوامة العنف والحرب التي تستمر في حرق اليمنيين على موقد الكراهية. فهل يجد المتحاورون حلا مستداما وسط كومة الأزمات المتراكمة ويعودون لطريق السلام الذي ابتعد كثيرا عن اليمن الذي ما عاد سعيدا؟ إذا مشاهدينا الكرام، بداية أرحب بضيفي في الاستوديو المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي. مساء الخير أستاذ ياسين، أهلا بك. مساء الخير أخي وجيه لك والسادة المشاهدين واليمنيين جميعا. أهلا بكم أستاذ ياسين. جولة مشاورات جديدة، ما تغير في هذه المشاورات أو ما هو المميز لها مقارنة بما سواها من الجولات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا التحدي الذي تجاوزته المشاورات خلال اليومين الماضيين هي أنها يعني عادت وانعقدت من جديد بعد أن أظهر الوفد الحكومي رفضا قاطعا للمشاركة بسبب ملاحظاته وتحفظاته ومطالبه التي يقول أنه حصل على استجابة لها. كان هناك تحديا واضحا، وكان الجميع يتوقع أنه فعلا هذه المشاورات لن تنعقد، وفي حقيقة الأمر ليس هناك من مبرر لانعقاد أو لاستئناف مشاورة الكويت في ظل انعدام أي مؤشرات على أن هناك تغير حقيقي في مواقف الطرف الآخر، يعني ما أقصد بهم الانقلابيين صالح والحوثي، ولكن الحكومة قررت الذهاب وبالتالي انعقدت أو تم استئناف مشاورة الكويت، هذا هو الجديد. لكن هل ستنجح يعني المشاورات بعد أن استنفت في تحقيق ما فشلت وعجزت عن تحقيقه خلال 70 يوما من المشاورات؟
أعتقد أنه لا توجد حتى هذه اللحظة أي مؤشرات تدل على أن الطرفين يمكن أن يحققا اختراقا ما لم تكن هناك معجزة حقيقية، أو أن الأطراف الدولية والإقليمية الراعية للعملية السياسية في اليمن هذه المرة جادة ربما في دفع الطرفين إلى إنجاز حقيقي يمكن أن يثبت خيار السلام في حل الأزمة اليمنية. هذه الإرادة الدولية والإقليمية أعتقد أنها لا تتوفر في هذه اللحظة، وأنه واضح من التحركات التي تمت عبر مجلس الأمن هو أن هذه الإرادة الدولية والإقليمية ليست جادة في إنجاز تحول حقيقي في مسار الحل السياسي في اليمن، بدليل الصياغ التي يراد تمريرها عبر بيانات مجلس الأمن، وهي صياغ في حقيقة الأمر تعكس أن هناك تجاذبات في المواقف الدولية حيال الأزمة اليمنية، وهذا هو الأخطر فيما يتعلق بمسار الحل السياسي ومسار الأزمة اليمنية بشكل عام. إذا نحن أمام مشاورات حتى هذه اللحظة أفقها مجهول، التوقع بشأن إنجازاتها المقبلة متواضعة للغاية، النوايا التي ذهب إليها طرف المشاورات متناقضة ومتباينة كعادتها. الطرف الانقلابي ذهب إلى الكويت هذه المرة على سبيل النكاية السياسية أو المناكفة السياسية أو المزايدة السياسية، عندما رأى تصلبا في الموقف الحكومي أظهر مرونة، وهو يعتقد أنه حتى إذا ذهب فلن يقدم شيء من التنازلات ولن يحصل على شيء أيضا من الجانب الحكومي عدا ما تبرعت أو ما تكفلت بإنجازه الأمم المتحدة عبر صيغتها التي لا تصب في مصلحة خيار السلم ولا في مصلحة الشعب اليمني الذي يقف بشكل يعني معظمه خلف القيادة الشرعية. طيب لكن هناك ما عدت تغيرا في هذه أو جديدا في هذه المشاورات هو تحديدها بسقف زمني ل15 يوما، بانتهاء هذه الأيام ستنتهي هذه المشاورات كما يفترض، هل يمثل هذا تغيرا حقيقيا أم أنه نوع من شرط قد يغير لاحقا؟ أعتقد أن هذا هو جزء من التزام المبعوث الأممي للطرف الحكومي، لو هو يوفر ذريعة للجانب الحكومي في أنها إذا ما يعني إذا ما انقضت هذه الفترة دون تحقيق شيء لن يكون الجانب الحكومي ملزما بمواصلة النقاش أو البقاء في الكويت، و لن يكون أعتقد أنه متحررا حتى من الضغوط، متحررا حتى من الحرج تجاه الطرف المستضيف وهو دولة الكويت. أنا أعتقد أنه بانقضاء هذه المهلة لن يتحقق شيء، ولكن لن يعدم المبعوث الأممي وسيلة لتمديد هذه المشاورات ولتقديم تعهدات جديدة للجانب الحكومي. أعتقد أنه نحن أمام دائرة مفرغة من تسمى مشاورات الكويت، وأنه كما قلت يعني إنجاز شيء على يعني على المسار السياسي السلمي سيكون معجزة بالنسبة للأزمة اليمنية، وإذا تحقق أعتقد أنه سيكون نجاح كبير جدا، لكن لا توجد أي مؤشرات. الطرف الحكومي حسنا تحرر إلى حد ما بفرض شرط التزمين، وأعتقد أنه أعاد لمسار المشاورة في الكويت نوع من المصداقية، لأنه عندما ذهب مجلس الأمن عبر بيانه بتحرير هذه المشاورات من الزمن عاد المبعوث الأممي لكي يتعهد للطرف الحكومي، لكن هل المبعوث الأممي يحظى بدعم كامل من مجلس الأمن يعني بحيث أنه تظهر هذه التعهدات مصداقيتها خلال المرحلة المقبلة؟ أيضا الجانب الحكومي لم يحصل فقط على التزمين الذي شاب مشاورة الكويت في جولتها الأولى، وإنما أيضا يقول أنه هذه المشاورات لن تنظر بغير تنفيذ التعهدات التي قطعها الإنقلابيون على أنفسهم في مشاورات بيل، وأيضا تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن. هذه الأمور أعتقد هي التي تجعلنا غير متفائلين حيال موقف الإنقلابيين. طيب دعنا يعني نفهم أكثر. سنرى خلال الأسبوعين القادمين ما الذي سيتحقق على هذا المسار. دعنا نفهم أكثر ما يتعلق بوجهة نظر الحكومة. ينضم إلينا الآن أو الوفد الحكومي ينضم إلينا الآن الصحفي في مكتب رئاسة الجمهورية من الرياض الأستاذ ياسر الحسني. مساء الخير أستاذ ياسر. مساء النور أخي وجي وعلى ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ ياسر. يعني استؤنفت جولة المشاورات بعد ضمانات قال الوفد الحكومي أنه تلقاها، ما هي هذه الضمانات وماذا تشكل فعليا من نقطة تحول
بعدما تابعناه من جولات مشاورات سابقة. الضمانات أن هناك تعهدات أممية بأن لا يتم الخروج على المرجعيات الثلاث المحددة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجة الحوار الوطني والقرار الأممي 2215. لا يمكن الخروج على هذه المرجعيات الثلاث، وأيضا لا يمكن الخروج على جدول الأعمال المتفق عليه. نحن نعرف جميعا بأن بوندسليغا قضى في الرياض لمدة يومين لبحث يعني الجدول الأعمال الذي سيتم مناقشته مع الوفد الحكومي والوفد الاختلافي. فالاتفاق على جدول الأعمال معروف يبدأ باستعادة مؤسسة الدولة وانسحاب المسلحين وتسليم الأسلحة، ثم انتهاء باستئناف الحوار السياسي الذي انقلبت عليه الميليشيا الحوثي. الحكومة والرئيس كان واضحا مع المبعوث الأممي، نحن في اليمن لدينا مشكلة، هذه المشكلة هي أن هناك حصل انقلاب، لابد من حل انقلاب يعني إنهاء الانقلاب ثم الحديث عن استئناف العملية السياسية وتوزيع الحكومة الحالية. نحن لدينا حكومة شرعية يعترف بها جميع العالم، إذا تم إنهاء الانقلاب يمكن الحديث عن توسيع الحكومة الحالية بما في ذلك تمثيل للحوثيين بعد أن يلغوا انقلابهم وينهوا ميليشياتهم والجماعة المسلحة التي يعني تمارس الإرهاب في حق الشعب اليمني ويعلن انفسهم حزب سياسي وينخرط في العمل السياسي والمدني، حينها يمكن توسيع الحكومة الحالية. نحن يعني أول وفد الحكومي اتفق مع المبعوث الأممي على 5 نقاط تبدأ بانسحابهم من المدن. هذه الأجندة المطروحة لا يتم الخروج عنها أو التشاور حولها. ذهبت الحكومة أيضا على سقف زمني لا يتجاوز 2 أسبوع، يعني كانت هذه كلها الأمور التي يعني تبحث الحكومة عنها في المشاورات الجولة المشاورات. طيب هذه الضمانات الخطية هل هي كافية بالنسبة لوجهة نظر الحكومة لالتزام الميليشيا في نهاية المطاف، وهي التي تعلم أن بالأخير الميليشيا لم تلتزم باتفاقيات على مدى سنوات وليس فقط جولات مشاورات السلام؟ صحيح، ولكن هناك ضغوط كبيرة من المجتمع الدولي، احنا جزء من العالم ولا تستطيع الحكومة الشرعية أن تواجه العالم، والحوثيون يعني أتوا هذه المرة المناسب في المشاورات الكويت يريدوا أن يظهروا للعالم بأنهم حريصين على السلام وأن الحكومة لم تأتي للكويت بأنها لم لا تريد السلام. الحكومة تخدم العالم مرة أخرى بأن هؤلاء لا يريدون السلام. اليوم في جلسات المشاورات يعني محمد عبد السلام يضع نقاط خارج الأجندة المطروحة والمتفق عليها، يريد أن يتحدث كان في موضوع الحكومة وموضوع الرئاسة، فكان الوفد الحكومي حادا وصارما مع الحديث في هذه النقاط. نحن لدينا جدول أعمال، الحكومة حددت جدول زمني 2 أسبوع، إذا كانت هناك نوايا دولية لإرغام الميليشيا الانقلابية على تنفيذ القرار الأمم بشكل سلمي أهلا وسهلا، ما لم فإن الحكومة قد يعني وضعت أمام العالم الكرة في المرمى الأمم المتحدة في ملعب الأمم المتحدة بأن هؤلاء لا يريدون السلام وإنما أتوا للكويت للبحث عن شرع على انقلابهم، وها هي الحكومة يعني قبلت بالضغوط الأممية وجاءت إلى الكويت لبحث آلية تنفيذ القرار الأممي 2215، ولكن هؤلاء لا يريدون السلام. نحن سننتظر لمدة 2 أسبوع، وأنا أتوقع من وجهة نظري الشخصية بأنه لن يتم تحقيق أي اتفاق ما دامت الميليشيا الانقلابية تعيد المشاورات كل يوم إلى نقطة الصفر وأن المشاورات تنفض دون أي اتفاق يذكر. طيب الآن أنت تحدثت على أن الحكومة كانت واضحة وثابتة فيما يتعلق بأي إجراءات، سواء ما تحدث به ناطق الميليشيا من حديث عن الحكومة أو ما شابه الحكومة المتفق عليها أو ما يريده بالأصح، لكن هناك طلب يعني مطالب شعبية بأن يتنبه لذلك المبعوث الأممي، يعني الحكومة ليس كافيا أن تكون ثابتة بل المبعوث الأممي من هو مطالب بالثبات على ما قدم له ضمانات مكتوبة، أليس كذلك؟ نعم، المبعوث الأممي يعني قدم ضمانات مكتوبة وصار أكثر تفهما بعد الإجماعات المتواصلة التي عقدت معه مع الوفد الحكومي مع رئيس الجمهورية ومع الأحزاب السياسية، أصبح أكثر تفهما. لابد من علاج كما قلت لك المشكلة الأساسية إنهاء الانقلاب. أنا أعتقد أن المبعوث الأممي الآن أمام مسؤولية تاريخية لكي يثبت للشعب اليمني وللعالم من الذي يعطل العملية تنفيذ القرار الأممي، ومن الذي يرفض الأجندة التي تقدمها الأمم المتحدة، ومن الذي يرفض المرجعيات الأساسية لهذه المشاورات. أنا أعتقد أن المبعوث الأممي اليوم أمام مهمة صعبة، إما أن يكشف للعالم هؤلاء لا يريدون السلام أو أن يضغط على هذه الميليشيا الانقلابية بتنفيذ التعهدات التي أبدتها والتي
للعالم بانها مع القرار الأممي وتنفيذ القرار الأممي، وما ان ياتي الجميع الى طاوله المشاورات حتى تتحدث عن مواضيع خافت المرجعيات وخارج صرف المشاورات عن موضوع الحكومه او موضوع الرئاسه. إذا صحفي في رئاسة الجمهورية الأستاذ ياسر الحسني، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أستاذ ياسين، هناك بعض النقاط التي تمت أو مثلت جديدا، هو ربما التعديل أو التغير في جانب الوفد الحكومي. ما الذي يعني أو لماذا إلى ماذا يشير هذا التعديل؟ أعتقد أنه يحمل دلالات كثيرة، على الرغم من أنه إجراء روتيني، افترض أنه إجراء روتيني، لكنه يحمل دلالات كثيرة ويعكس الحدة الحكومية هذه المرة إزاء مشاورة الكويت. هناك تصعيد في موقف الحكومة تجاه مشاورة الكويت، هناك حالة الارتخاء التي شهدناها خلال المرحلة الماضية ربما اليوم لم تعد موجودة في الأداء الحكومي وأداء الوفد الحكومي. كان لابد من تجديد الدماء، لأن هناك دائما الوفد عندما يعتاد على رتم معين يفقد القدرة على الأداء، على التفاعل مع مستجدات المشاورات ومع تحديات المشاورات. هناك حاجة لتغيير وجهة النظر، لكن أيضا واضح من التركيبة أو التجديد الذي حصل في الوفد الحكومي هو أنه دفع بشخصيات مهمة، أولا لديها خبرة سياسية كبيرة وأيضا لها مواقف سياسية شديدة تجاه الانقلابيين، وتتمتع برؤية وقدرة على الحركة تقريبا، وهي تقترب جدا مع التيار، ربما تقترب مع الفريق دائما الذي يدفع باتجاه تبني مواقف متشددة من الانقلابيين. هذا الفريق الذي أضيف إلى الوفد الحكومي ربما يعبر عن حالة التحفز في الموقف الحكومي وحالة التوثب لدى الوفد الحكومي ولدى الموقف الحكومي بشكل عام، مما يعني أن الحكومة هذه المرة تجاوزت مرحلة الارتخاء التي أشرت إليها ودخلت مرحلة التصادم مع الطرف الآخر، ويعني الإصرار على التمسك بالمواقف التي تحقق مصالح الشعب اليمني. التجديد على كل حال مهم للغاية، التجديد في الدماء، التجديد يعني هناك الأفكار، ما التجديد في الرؤى. هناك مهام أخرى أنيطت بالأعضاء الذين خرجوا من الوفد هذه المرة، هم تركوا مهمة في الوفد، لكن في نهاية المطاف هم مسؤولين تنفيذيين، هم وزراء في الحكومة ونواب وزراء، وبالتالي هم ذهبوا إلى وظيفتهم، ذهبوا مشكورين على المهمة التي قاموا بها. لا يجب التوقف هنا عند هذه القضية باعتبارها معاقبة أو نوع من عدم الرضا تجاه أداء الذين تم الاستغناء عنهم في الفرق الحكومية. أنا أعتقد أنه إجراء روتيني، ومن حق الحكومة اليمنية أن تحدث هذا النوع من التغيير في فريقها التفاوضي، أمر طبيعي جدا. هذا لا يعني أن الفريق الأول قصر في أداء مهمته، ولكن نحن بحاجة إلى تجديد الدماء. نحن أيضا أحيانا ربما عندما يكون الموقف مختلف، أنت بحاجة إلى ناس ربما يكونوا لديهم القدرة على التعبير عن هذا الموقف بشكل صحيح. هناك تفاوت وهناك تكامل في المواقف وفي الأداءات على مستوى الوفد الحكومي. فالفريق الذي ذهب لا يعني أنه يعني تعرض لعقاب سياسي أو أنه أهمل سياسيا أو أنه عوقب بإخراجه من الوفد الحكومي. أعتقد المسألة هي ترتبط بشكل أساسي بحاجة الحكومة إلى التعامل مع مستجدات المرحلة المقبلة، والفريق هذا الذي أشرت إليه هو فريق يحمل ربما موقفا طيب متجددا تجاه الانقلاب. أنت تتحدث الآن عن مستجدات، ما هي هذه المستجدات في هذه اللحظات السياسية التي تعيشها الحكومة بالموازاة مع هذه المشاورات التي تستأنف الآن؟ طبعا المستجدات هو أن الحكومة تواجه يعني تخوض صراع وجود، يعني عندما تمادت الأمم المتحدة في فرض رؤيتها التي في نهاية المطاف هي تنهي دور الحكومة والمرجعية السياسية للحكومة وللرئيس عبد الرب منصور هادي، باتت الحكومة والرئيس عبد الرب منصور هادي اليوم أكثر تحفزا في التعاطي مع التوجهات الحكومة والرعاة الدوليين.
ليس لدى الحكومة استعداد للتراخي إزاء هذه المحاولات الحثيثة المستمرة لجر الحكومة إلى الموافقة على هذه الصيغة التي عمليا ستقوض الحكومة وستقوض المرجعيات وتتجاوزها بشكل كامل وتدخل البلاد في مسار تفاوض جديد بمرجعية سياسية جديدة يهيمن عليها الإنقلابيون بالتحديد. وهذه كارثة حقيقية. أعتقد أن الحكومة ستكون قد فرطت كما فرطت في السابق بطبيعة الحال، لكن إذا استمرت في حالة التراخي هذه فأعتقد أنها ستكون قد فرطت بآخر فرصة تاريخية لاستعادة الدولة. لهذا أنا أعتقد أنه المستجد الذي يمكن الحديث عنه هو كامن في هذا الموقف الحكومي المتشدد والذي نجح أخيرا في الحصول على تعهدات فيما يتعلق أولا بالفترة الزمنية وثانيا على الأقل التقيد بجدول أعمال المشاورات، على الرغم من أنه لا توجد ضمانات فعلية وعملية من شأنها أن تجبر الانقلابيين على المضي في المسار الذي على الأقل ضمنته تعهدات المبعوث الأممية المكتوبة. طيب الآن هناك لربما ضغوط شعبية على الحكومة الشرعية وعلى الشرعية بشكل عام في تحقيق نقلة معينة تنهي هذه الحالة من الانقلاب وتنهي المعاناة التي يعانيها أفراد الشعب اليمني. هذه المعاناة هل تعبر عنها الحكومة سياسيا في هذه المشاورات وفي كل تحركاتها بالوجه الأمثل؟ الإشكالية في الأزمة اليمنية هو أن أطرافها ليسوا متكاملين من ناحية الصلاحيات، بمعنى لا نستطيع أن نقول بأن الحكومة الشرعية تمتلك قرارها إزاء المسار السياسي أو المسار العسكري، وبالتالي حتى إذا وجدنا أن الحكومة لا تلبي طموحات اليمنيين في هذه المرحلة فهذا لا يعني أنها تعمل هذا عن عمد، وإنما لأنها ليس في حقيقتنا ليس لها الصلاحيات الكاملة، لأن في نهاية المطاف الذي يتحكم بشكل كامل في الملف اليمني وفي مسار الأزمة اليمنية هو التحالف العربي، يتحكم به على المستوى العسكري، يتحكم به على المستوى الإغاثي، يتحكم به على مستوى الدعم المالي وعلى مستوى الدعم اللوجستي، وبالتالي الحكومة هنا تبدو عاجزة إلى حد كبير في تبني قرارات ذاتية والذهاب بعيدا عن التحالف العربي. الحكومة هي واقعة تحت تأثير أو مظلة التحالف العربي، وإذا وجدنا قصورا في هذا الجانب، أولا طبعا الحكومة ليست لنكون صريحين، الحكومة ليست من الكفاءة بحيث نقول أنها يعني ترقى إلى مستوى التحديات التي تواجه اليمنيين في هذه المرحلة. الحكومة برموزها الحاليين قصرت خلال طيلة الفترة الماضية، ونحن اليوم ندفع ثمن ذلك التقصير وذلك التهاون وذلك التفريط بالدولة وبمصالح الشعب اليمني. اليوم حتى وإن أرادت هذه الحكومة أن تحقق مطالب الشعب اليمني فإنها لم تعد تستطيع، لأنها اليوم مجبرة ومحكومة بإرادة التحالف العربي أكثر من أي وقت مضى. ولهذا نحن نقول بأن الحكومة عليها أن تفعل، عليها أن تستعيد ثقة التحالف العربي، عليها أن تعمل، أن تصرف جهدا كبيرا من أو جزءا كبيرا من وقتها في يعني في دفع التحالف العربي إلى تبني خيارات الشعب اليمني ويعني تبني الخيارات التي من شأنها أن تعجل في حسم الأزمة اليمنية. في حالة أن مشاورة الكويت وصلت إلى مرحلة التعثر واليأس من إمكانية التوصل إلى شيء عبر المسار السياسي، على الحكومة أن تتوفر على البديل المناسب والسريع، وهذا البديل طبعا لا يمكن أن تذهب إليه الحكومة بدون التشاور والتنسيق مع التحالف العربي، لأن الذي سيعدل ميزان القوة ومسار المعركة هو التحالف العربي. طيب دعنا أستاذ ياسين نذهب إلى فاصل قصير، بعده مشاهدينا الكرام نستكمل النقاش في حلقة اليوم من المساء اليمني، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ ياسين، هناك أرضية مشتركة تحدث عنها ولد الشيخ، ما هي هذه الأرضية المشتركة وما مدى يعني ارتكازها على المرجعيات الثلاث لهذه المشاورات؟
ليست هناك أرضية مشتركة. المبعوث الأممي يعتقد أنه يبالغ في تقدير الموقف. طرفي المشاورات لا يقفون على أرضية مشتركة أبدا، بدليل أن المتحدث باسم الحوثيين أو رئيس فريق الحوثيين والمتمردين الحوثيين في جلسة اليوم يعيد ويكرر نفس الطرح، هم يريدون توافقا على منصب الرئيس، على الحكومة، على يريدون مكافأة سياسية للانقلاب الذي قاموا به وضد الحكومة وضد الرئيس. إذن أين الأرضية المشتركة؟ لا توجد أرضية مشتركة أبدا. الحكومة تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، الإنقلابيين يرفضون تنفيذ هذا القرار ويريدون مكافأة سياسية ويريدون القفز على قرار مجلس الأمن الدولي بالذهاب إلى تشكيل الحكومة، والحكومة في نظر الإنقلابيين ليست الحكومة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الانتقالي المنتخب عبد الرب منصور هادي، وإنما الحكومة التي تحل محل الرئيس عبد الرب منصور هادي وتحل محل الحكومة التالية والحكومة التي تكون أصلا تحت نفوذ وهيمنة هؤلاء الإنقلابيين. ولهذا لم يكفوا عن هذا النوع من التصريحات المستفزة والتصريحات التي دائما تعطل مسار المفاوضات و تخلق صعوبات كثيرة أمامها وتنهي أي إمكانية لوجود أرضية مشتركة. إذن المبعوث الأممي لا يريد أن يعترف بأن مهمته في الكويت قد فشلت. المبعوث الأممي يقدم تعهدات للحكومة ويقدم أيضا تعهدات للجانب الإنقلابي، بدليل أنه ذهب إلى صنعاء وأقنعهم بالذهاب إلى الكويت، وعندما يلتقي الطرفان يعودون ويطرحون نفس الأفكار. الجانب الحكومي اليوم عليه أن يتمسك بقوة في بمسألة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي، لأنه هو هنا يتكي على الشرعية الدولية، لا يتناقض مع نفسه ولا يبحث عن المستحيلات. مثلا عندما التقى وزير الخارجية السعودي مع أمين عام الأمم المتحدة لمدة 15 دقيقة صدر بيان وتحدث أنه يجب تنفيذ ما يعني قصر المناقشات على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع. لو جئنا على ما يمكن تنفيذه على أرض الواقع، لا يوجد أكثر من قرار مجلس الأمن الدولي، لأن مجلس الأمن الدولي هو تعبير حقيقي عن الشرعية الدولية، وأيضا هو ضروري تنفيذه، ضروري من أجل إنهاء آثار الانقلاب. لأن ما الذي حدث في 21 وثم في 16 فبراير شباط؟ الذي حدث هو أن هذا الفريق الانقلابي المسلح دخل إلى صنعاء، أسقط الدولة، أسقط المؤسسات، ثم قام في 6 فبراير شباط بإنهاء مؤسسة الدولة والانقلاب على الرئيس وتعيين سلطات أمر واقع. إذن كيف الآن هل التحاور بين السلطة الشرعية وسلطة الأمر الواقع، أم التحاور ما بين السلطة الشرعية وما بين متمردين مجرمين تصرفوا ضد القانون وضد الشرعية الدولية وصدر قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، وهذا القرار يطالبهم بإنهاء كل هذا بالانقلاب وأثاره بشكل كامل؟ إذا تجاوز هذه الخطوة خطير جدا. عندما تطالب الحكومة بتنفيذ قرار مجلس الأمن هي تتسق مع نفسها وتتسق مع الشرعية الدولية، لكن الإنقلابيين عندما يذهبون ويتجاوزون هذه الخطوة وينتقلون مباشرة إلى إسقاط الرئيس، هم عمليا يستكملون الإنقلاب. عندما تصدر أو رؤية الأمم المتحدة عن الموقف الإنقلابي بشكل متطابق إلى حد ربما 95%، فهذا يعني أن هناك يعني تهور من جانب الأمم المتحدة وهناك افتئات على الجانب الحكومي وعلى تطلعات الشعب اليمني. إذن أين الأرضية المشتركة؟ لا توجد أرضية مشتركة. أنا أعتقد أن التحدي الذي يقف اليوم أمام المبعوث الأمم المتحدة هو أنه يوجد هذه الأرضية المشتركة، ولا يمكن أن توجد هذه الأرضية المشتركة إلا إذا كانت هناك ضغوط كافية على الطرف الإنقلابي لتنفيذ القرار. لربما يعني هذه الأمور السياسية تأتي بالموازاة مع تحركات ميدانية على الأرض والكثير من التقدمات والمواجهات بداخل الأرض. دعنا نتعرف أكثر حول ما جديد هذه التقدمات أو المواجهات العسكرية بشكل عام في الأرض، تحديدا في جبهة صنعاء. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام ناطق المقاومة الشعبية في صنعاء الأستاذ عبد الله الشندقي. مساء الخير أستاذ عبد الله. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك أستاذ عبد الله. ما هي آخر مستجدات المواجهات في جبهات نهم، في جبهات صروة؟ بالنسبة لآخر المستجدات في جبهة نهم صنعاء، بعد معارك عنيفة اليوم دارت بين القوات الشرعية من جهة والميليشيات من جهة أخرى،
تم بحمد الله تقدم والسيطرة على المرتفعات والجبال الشرقية والجنوبية لجبل يام، ثم يعني من ثم التقدم ناحية الغرب والسيطرة على يعني الوصول إلى جبال الذياب أو الذيبة والسيطرة عليها. في هذه الأثناء كانت هنالك خسائر للميليشيات تتمثل في يعني مجموعة كبيرة من القتلى، وأيضا يعني مجموعة كبيرة من الضحى. يعني بعد هذه المعارك طبعا يعني فرار كبير لهذه الميليشيات باتجاه الغرب من جبل أو جباليان باتجاه ضبوعة. طبعا المطاردة لا زالت مستمرة إلى بداية ساعات الليل في هذه الليلة. إلى هذه اللحظة يعني هنالك بعض الجيوب لا زالت في بعض الأماكن التي يعني فرت إليها في اتجاه ضبوعة يتم مطاردتها. طبعا سقط 12 قتيل من الميليشيات وعشرات المقاومة شهداء وسبعة جرحى. أخي الكريم، هذه الميليشيات يعني هي التي يعني في بداية الأمر تأتي لتحاول أن تهجم أو تسيطر، ومن ثم تأتي ردة الفعل من قبل الجيش الوطني والمقاومة والتحرك للسيطرة على الأماكن التي يعني كانت تأتي منها إطلاق النيران والصواريخ الكاتوشا والمدفعية. هذا في الجهة الميمنة. وأيضا التقدم هناك حاصل في جهة الميسرة داخل منطقة المجاوحة وبني فرج ومعارك على أشدها. هذا يعني نفس الوقت الذي هذه الميليشيات تأتي لتحاور في الكويت، هي في نفس الوقت لم يعني تهدأ بندقيتها، وبالتالي كان لزاما على الجيش الوطني والمقاومة بأن ترد وتتحرك لتسيطر على الأماكن التي تضرب منها. ويعني سيكون موقف المقاومة والجيش يعني الوطني. أنا أفهم منك أنكم لا تزالون ملتزمين بقرارات أو القرارات السياسية التي يعني تجيز ردة الفعل إذا ما كان هناك يعني إطلاق نار من قبل الحوثيين، و يعني ما يكفي لحق الرد كحق طبيعي من حقوق المواجهات هنا ومن حقوق الهدنة. طيب، ما هي أهمية الاستراتيجية للأماكن التي يعني يتم إطلاق النار منها ومن ثم أنتم تقومون بالسيطرة عليها؟ طبعا الأهمية الاستراتيجية هي سلسلة جبل تبلغ لأكثر من 40 كيلو متر باتجاه الجوف من بداية يعني المديرية. عرضها يعني كبير لأكثر من 2 كيلو متر إلى 3 كيلو متر. هذه المنطقة السلسلة الجبلية لجبل يام تمتد بين ثلاث محافظات هي صنعاء والجوف ومأرب من ناحية مجزر. نحن نحاول إغلاق هذه الجبهة في الميمنة والسيطرة على المناطق التي أستاذ عبد الله. إذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ عبد الله الشندقي ناطق المقاومة بصنعاء، شكرا جزيلا له على كل الأحوال. أستاذ ياسين، يعني الميليشيات لم تلتزم بأي هدنة كما تابعنا منذ المشاورات السابقة ومنذ جولات المشاورات التي سبقتها أيضا، لكن هناك الكثير ممن يتحدث على أن ولد الشيخ يجدد أهمية وقف إطلاق النار، لكنه أيضا يتحدث في مناسبات أخرى على تحييد الواقع الميداني. كيف يمكن قراءة هذا التخبط أساسا في رؤية ولد الشيخ لمسار المشاورات وعلاقتها بالواقع الميداني؟ والله ولد الشيخ هو طبعا يستند إلى 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 بيان مجلس الأمن الذي حرر هذه المشاورات من تأثير العملية الميدانية، ويطلق تصريحات هو تماما تشبه التصريحات التي تقول أن الطرفان يقفان على أرضية مشتركة. طبعا ليس هناك تطور إيجابي واحد يمكن رصده على مستوى المواجهات. المواجهات مستمرة على أشدها، المعركة ماضية، لا توجد هناك هدنة، ليس هناك دعم ميداني حقيقي، بمعنى أنه الجبهة ليست هادئة وليست ساكنة بما يسمح لمشاورة الكويت بأن تحقق أهدافها.
المواجهات مستمرة، والحقيقة الثابتة هو أن الذي يعني يقوم بإذكاء هذه المواجهات والحروب في جبهات المواجهة هو الطرف الانقلابي الذي يريد أن يحقق أكبر قدر من المكاسب الميدانية، استعادة ما فقده من مناطق، ومحاولة إيقاف تقدم الجيش الوطني والمقاومة. تكون هناك عادة ردود أفعال من جانب الجيش الوطني والمقاومة، فتحدث خسائر طيب جديدة أيضا للانقلابيين، مما يولد لديهم رغبة أخرى في استئناف القتال. لكن أيضا حتى هم يقومون بهذا بشكل واضح ومتعمد ومقصود، والهدف هو أنه في الوقت الذي يتواجدون فيه في الكويت فإن هدفهم الأساسي هو تحقيق تقدم ميداني وحسم الموقف ميدانيا، واعتبار مشاورة الكويت عبارة عن ذر للرماد في العيون ومظلة لأهدافهم الحقيقية. طيب وفقا لما تفضلت به من أن مجلس الأمن حرر هذه المشاورات من التقدم أو الوضع الميداني بشكل عام، هل الجيش الوطني والمقاومة أو جبهة الشرعية ملزمة بالاستمرار في التهدئة، أنها لا تبادر بالهجوم بل تنتظر لردة الفعل؟ وطبعا يفترض أنه بعد كل التجاوزات التي قام بها الحوثيون والمخلوع صالح والاستفزازات التي تمت، يفترض أن رد الفعل الطبيعي هو أن يتقدم الجيش الوطني ويحقق الحسم العسكري ولن يلومه أحد. لكن الذي يحدث هو أن القرار ليس بيد السلطة الشرعية، كما قلت هذا الأمر التقدم أو إحراز تقدم عسكري مرتبط أيضا بإرادة التحالف العربي. التحالف العربي أعتقد أنه يضع كوابح كثيرة أمام فكرة استئناف العمل العسكري بشكل واسع وشامل، لأن يعني توجه من هذا القبيل سيستدعي أيضا أن يضع التحالف العربي ثقله الكامل على هذا الخط. وأنا أستغرب حتى هذه اللحظة لماذا يتريث التحالف العربي وما هي مبرراته. ربما أعتقد أن التحالف العربي كما هي الحكومة يتعرضون لضغوط كبيرة من جانب الرعاة الدوليين، وهناك تحذيرات من جانب الرعاة الدوليين، وكما علمنا في السابق هو أن ثمة إشارات إلى ما يسمى بالخطوط الحمراء التي وضعت حول صنعاء، لكن أعتقد أن هذه الخطوط الحمراء لا مصداقية لها. وأعتقد أن التحالف العربي أيضا ليس محكوما فقط بالضغوط الغربية، وإنما أيضا له مبرراته الخاصة. هناك أطراف في التحالف تحديدا لم تعد معنية بمسألة التقدم العسكري، وإنما انصرفت بشكل كامل إلى ما تسميه مكافحة الإرهاب. هذا التباين أيضا في مواقف التحالف العربي هو الذي يفسر لماذا لم يضع التحالف العربي كل ثقله خلف المعركة العسكرية. لكن هذا الأمر قد يحدث في لحظة ما خلال المستقبل إذا ما تعثرت مشاورة الكويت، لأن بقاء الانقلابيين في صنعاء وبقاء تحدي النفوذ الإيراني في اليمن وعدم المضي في مسألة الحسم العسكري أعتقد أنه يشكل خطورة كبيرة ليس فقط على اليمن وإنما على المنطقة بشكل عام، لأن استمرار المواجهات في ظل تكافؤ القوى هذه سيطيل من أمد الأزمة، وبالتالي لن يكون هناك مبرر لاستمرار التحالف في الهيمنة العسكرية على الوضع في اليمن. ستضطر أطراف أخرى للتدخل، وبالتالي أنا أعتقد أنه التحالف سيرتكب خطأ كبير فيما لو ترك هذه الثغرة مفتوحة. الثغرة هذه يجب أن تسد إلى الأبد، وطريقة سد هذه الثغرة لا يكون إلا بإظهار الحزم والكافي في المسار العسكري وحسمه بشكل كامل. كل العوامل والإمكانيات والمقدرات التي يمكن أن تساعد على الحزم العسكري متوفرة لدى التحالف العربي ولدى الجيش الوطني. وأنا أعتقد الآن نحن ندفع ثمن غالي لهذا التردد الذي يظهره التحالف العربي، وليس فقط على المستوى السياسي الثمن الذي ندفعه، وإنما أيضا على المستوى الاستراتيجي، لأن التأخير والمزيد من التأخير أعتقد أنه يخلط الأوراق في اليمن. طيب أستاذ ياسين، الآن يعني إذا ما تحدثنا على أن الحكومة تذهب إلى هذه المشاورات وسط هذه يعني وسط خريطة المواجهات الموجودة وخريطة أيضا المكاسب السياسية التي يحققها ربما كل طرف خلال جولات المشاورات بشكل عام منذ بدئها، ما هي الأوراق التفاوضية أو الأوراق التي يمكن أن يعتمد عليها الوفد الحكومي الشرعي في إحداث فارق أكبر في جولات المشاورات السياسية الحالية الآن؟ أعتقد أنه يستطيع أن يبقي ضغطه على الجانب الأممي كما كان قبل أن يقبل بالعودة. مسألة الاتساق مع قرارات الشرعية الدولية هذا يعطي الموقف الحكومي قوة كبيرة
عكس الطرف الانقلابي الذي يريد أن يقفز على القرارات الشرعية الدولية لتحقيق مكاسب سياسية. الوفد الحكومي عندما يقول لا أريد أن أطبق قرارات مجلس الأمن قبل أي شيء آخر، قبل الترتيبات السياسية أريد أن أنهي آثار الانقلاب طبقا لقرار مجلس الأمن الذي صدر تحت الفصل السابع، أعتقد أنه لا أحد يلومه ولا أحد يستطيع أن يزايد على موقف كهذا. الموقف الحكومي يمكن أن يعتمد بشكل أساسي على تعهدات وعلى المحاججة على أرضية التعهدات التي تلقاها من المبعوث الأممي ومن قبلها من أمين عام الأمم المتحدة لكي يتصلب أكثر في مواقفه ويعيد المشاورات باتجاه يعني وفقا لجدول الأعمال وباتجاه وإبقائها طبعا مؤسسة بشكل قوي جدا على المرجعيات الأساسية. لديه الفرصة لكي يقوم بكل هذه التصرفات خلال المرحلة المقبلة ويضغط بهذا الاتجاه ويعزز موقفه التفاوضي. عدا هذا أعتقد أيضا يمكن للوفد الحكومي أن يقوي ويعزز من تحركاته الميدانية لأنها مهمة للغاية، لكن هذا الموقف تحديدا وهذا الإجراء كما قلت مرتبط بالتحالف. طيب هناك الكثير ممن يقولون، وأنا أسألك وأريد الإجابة بعجالة، هناك الكثير ممن يقولون أن على الوفد الشرعية يعني ربما رفع السقف أكثر من مجرد تنفيذ القرار الأممي 2216، هل هذا صحيح سياسيا في مشاورات من هذا النوع؟ طبعا المشاورات هي تعتمد بشكل أساسي على رفع السقف المطالب، وفي نهاية المطاف يتم الالتقاء عند نقطة مشتركة، لكن أنت عندما تبقي على سقف مطالبك منخفض جدا النقطة المشتركة تجعلك أكثر الأطراف خسارة من الناحية السياسية ومن الناحية التفاوضية أيضا. لكن أعتقد أن الحكومة سيظل موقفها قويا ما دامت مصرة على تنفيذ قرار مجلس الأمن، لأن تنفيذ قرار مجلس الأمن تنفيذا عمليا أعتقد أنه يفقد الانقلابيين الكثير من المزايا والمكاسب التي حققوها القوى العسكرية خلال المرحلة الماضية، ويجعلهم طرفا سياسيا اعتياديا أو مقلما الأظافر، وبالتالي يذهبون إلى الترتيبة السياسية التي الآن حريصين عليها أكثر من الطرف الحكومي، وهم أقل كفاءة في استغلال هذه الترتيبة السياسية لفرض واقع جديد كما نراه اليوم. إذن أشكرك أستاذ ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.